النقطة المهمة وخاصة المستهلك عندنا واحد طبيعة مثلا الطماطم كما قال عدم الميزات مصلتشي وطماطم أو الخيار أو الفواكه يجي عندنا طبيعتنا تشي طماطم وخضرة ولا فواكه من فواكه تشتريها من السوق حط في حوشك يجي ولدك يمسحها كما أكل شوية ماء يصوب بشوية ماء ويأكلها عباك الماء ما نحيش المشكل هذا كما الخضر لازم الخل موش نحيها 100% يعني قل النسبة تاعها يغسلها بشوي ماء وياكلها وصاي هنا لا خضار تشريها ديرها في الخل الخل يقضي على الـ على الـ على المبيدات هذه خاصة الغازات غير هضميه وحتى الملح الملح يعني يرسب المبيدات هي الاهم هي الخل كيما الفواكه لازمنا اللي سموها لي البوبوكا سميها لي ربي ماده الخل نغسلها مش خل الفواكه باش نغسلوها نحل الاثر تاعها شباب لا ملح نورمالمون يحطوها في اناء فيه ماء وملح باش ترسب كربونات المبيدات كربونات نوع من الملح هو نعم الكربونات هو اللي ينحي الصوديوم في الصوديوم وينحي خلق ينحي هذه وين هنا ما نوجهوا المستهلك ما نعد قبل اي استعمال او استهلاك لاي فواكه او خضروات هو الغسيل هو التعقيم هو الحل.